يسائل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ضرورة الاهتمام الرصين بهذه الثقافة بكل مكوناتها من حيث الرصد والتصنيف والأرشفة لترسيخه كاستراتيجية وطنية تستفيد من التجربة الإنسانية وقادرة لابد أن أشكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفة الرئيسة أمينة بوعياش، وكذلك هذا التكريم هو إضافة نوعية في مساري أو في تكريماتي السابقة، لأنه جاء من وسط أو من مجتمع حقوقي يهتم بحقوق الإنسان ويهتم بحقوق ويعنى بالحقوق المرأة، وهذا هو ما أشتغل عليه في كل في رواياتي وفي في الشعر وكذلك في السرد. لهذا الاحتفاء بهذا الاحتفاء هو احتفاء بالمرأة الساردة والمرأة الشاعرة، وكذلك احتفاء بالكلمة المضيئة والكلمة التي تؤمن بالمستقبل والكلمة التي يمكن من الممكن أن تخلخل المبادئ العقيمة وتفتح مجال وأفق مجالات وأفق وآفاق أخرى للإبداع وكذلك في المجتمع العربي. اليوم العالمي لحقوق الإنسان بطبيعة الحال 74 سنة بعد الإعلان العالمي كيبقى ديما لحظة تاريخية عند الرمزية ديالها، ولكن عند كذلك الأهمية ديالها، لأن ديما كتبقى حقوق الإنسان عند الراهنية ديالها. بطبيعة الحال نحن نحتفل بعدة أشكال، ندوات، لقاءات، حوارات، تشاورات، لكن كذلك منذ السنة الماضية قررنا بأن كل سنة سننظم حفلا فنيا موسيقيا مسرحيا شعريا ديال الرسم ديال التعابير، ما نسميه بتعابير الحق. تعابير الحق هي كل التعابير الممكنة التي عبرها نعبر إما عن الرأي إما عن الفكر إما كذلك عن بأدوات متعددة نعبر عن ثقافة عن إحساس عن مشاعر. بالتالي هذا اليوم هو لحظة متنوعة تجمع ما بين التراث، ما بين التراث المختلف ديال فيه الموريسكي، فيه كذلك الشعبي، كذلك الإفريقي، كذلك الأطفال موجودين، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. فإذا هذا كله أظن احتفاء بكل هذه الأشكال وبكل هذه الفئات ضمن هذه الأشكال. أتشرف مرة أخرى بتقديم اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كنا في النسخة الماضية عن بعد بسبب جائحة كورونا، اليوم لقاء مباشر مع مجموعة من الفعاليات، مجموعة من ممثلي المؤسسات الدستورية، أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفرعه المركزي أو فروعه المحلية تحت تيمة تعابير الحق. تعابير الحق أي نهل من الفكر والأدب والفن وتعبير عن المركب الهوياتي للمملكة المغربية، وهي أيضا لحظة للتأمل والوقوف إلى ما وصلت إليه المملكة المغربية بمؤسساتها الخاصة بالدفاع والنضال عن حقوق الإنسان، وأيضا تكريم لبعض الوجوه بالإضافة إلى مشاركة تعابير فنية تجسيدية تتجلى على مسرح محمد الخامس هنا في العاصمة الرباط لتعبر عن الهوية المغربية متعددة الروافد. ففرصة جميلة جدا أن نكون جزء من هذا الحدث.